نشرة لآخر الأنباء من يمن شباب، وفي مستهلها نقدم لكم أبرز العناوين. انفجار يستهدف مقرا لقوات الحزام الأمني بالشيخ عثمان بعدن. قوات الجيش في حضرموت تقر إجراء لمنع المظاهر المسلحة في مديريات الوادي والصحراء. وشركة النفط تقر تسعيرة جديدة للمشتقات في 3 محافظات. حياكم الله. نجا قائد الشرطة العسكرية بتعز العميد جمال الشميري من محاولة اغتيال بكمين محكم نصبه مسلحون مجهولون بتعز. وقال مراسل يمن شباب في تعز إن العميد الشميري تعرض لمحاولة الاغتيال بالكمين المسلح بشارع وادي القاضي أثناء قيامه بتنفيذ حملة أمنية لضبط الاختلالات بمدينة تعز. ويأتي هذا الحادث بعد يوم واحد من انفجار عبوة ناسفة بسيارة قرب أحد الأسواق بحي الأجينات وسط تعز. قال سكان محليون إن الانفجار الذي هز مدينة عدن صباح اليوم وقع في الشيخ عثمان، وبحسب شهود عيان فإن الانفجار استهدف مطبخا لقوات الحزام الأمني، موضحين أن الانفجار تم بسيارة مفخخة وتبعه إطلاق نار دون معرفة حجم الخسائر جراء هذا الانفجار، كما لم تتوفر معلومات عن ضحايا هذا الانفجار. أفشلت قوات الجيش الوطني محاولة تقدم لميليشيا الحوثي الإيرانية في المنطقة الشرقية من مدينة تعز مركز المحافظة. وقال مصدر ميداني إن قوات اللواء 22 ميكا المتمركزة في قلعة لوزم تصدت لهجوم شنته الميليشيا على مواقع تسيطر عليها شرق المدينة. وأضاف أن معارك عنيفة تدور بين الجانبين، وتمكنت قوات الجيش خلالها من دحر المهاجمين وتكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. أصدر محافظ تعز أمين محمود وقائد محور تعز اللواء خالد فاضل توجيها بصرف راتب 2 شهر لأفراد الجيش تشمل كل الألوية العسكرية، وشدد التوجيه على ضرورة التسريع في إجراءات بدء الصرف شاملا كشف الملحق، وذلك في خطوة تهدف إلى صرف المرتبات لجميع الأفراد في الألوية العسكرية. يأتي هذا فيما يزور المحافظ العاصمة المؤقتة عدن لمتابعة إجراءات البنك المركزي والجهات المختصة لمعالجة الأسماء التي أسقطت من الكشوفات، على أن يتم لاحقا صرف المرتب الثالث لجميع أفراد الجيش متى ما تم توفير السيولة المالية. شنت ميليشيات الحوثي الإيرانية قصفا مدفعيا استهدف قرى سكنية في مديرية حيفان جنوب محافظة تعز. وقال مراسل قناة يمن شباب إن القصف طال قرى المفاليس وتركز على مسجد عمر بن الخطاب بقرية الموكب. وأحدث القصف أضرارا بالغة وتشققات في مبنى تحفيظ القرآن، في حين لم يسفر عن أي إصابات بشرية. صد الجيش الوطني هجوما عنيفا لميليشيا الحوثي الإيرانية طال مواقعه في قطاع يعيس شمالي منطقة مريس بمحافظة الضالع. وقال مصدر ميداني أن الميليشيا شنت هجومها من مناطق تمركزها في منطقة العرفاف التابعة لمديرية دمت شمالي المحافظة. وأضاف أن مواجهات دارت بين الجانبين انتهت بكسر هجوم الميليشيا وسقوط قتلى وجرحى من عناصرها، إلى جانب ارتقاء شهيد في اللواء 83 مدفعية يدعى إسماعيل النجار. فرضت قيادة المنطقة العسكرية الأولى ومقر قيادتها المركزية في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت أقرت منع المظاهر المسلحة في مديريات الوادي والصحراء. وأصدرت القيادة توجيها بذلك ألزمت فيه وحدات الجيش ونقاط التفتيش العسكرية بتعزيز الأمن والاستقرار ومنع المظاهر المسلحة. وقالت في بيان إن الإجراء يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الرب منصور هادي بتثبيت الأمن والاستقرار في المناطق الخاضعة لسيطرتهم والضرب بيد من حديد لكافة العناصر الإرهابية والخارجة عن القانون. هذا وقال وزير حقوق الإنسان دكتور محمد عسكر إنه بحث مع فريق لجنة الخبراء الدوليين التابعة للأمم المتحدة واقع انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق سيطرة الميليشيات الإنقلابية وفي المناطق المحررة.
وأضاف في تصريح لقناة يمن شباب أن الوزارة تقدمت للفريق الأممي تقاريرا على الانتهاكات، إضافة إلى افتتاح قاعة لتدريب الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. الوفد الذي زارنا هو وفد رفيع المستوى مشكل بقرار من مجلس حقوق الإنسان في دورته في سبتمبر 2017، معني بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم توصياته إلى مجلس حقوق الإنسان. بحثنا كافة ملفات انتهاكات حقوق الإنسان وأوضاع حقوق الإنسان سواء في المناطق المحررة أو في المناطق التي تحت سيطرة الميليشيات. أقمنا هذا المعرض الخاص بضحايا وانتهاكات ميليشيات الحوثي في محافظة تعز، وفي هذه القاعة التي أسميناها قاعة الشهيدة ريهام البدر ستكون قاعة تدريب والتأهيل لكافة الناشطين والناشطات، وتكون ملهمة لهؤلاء الناشطين والناشطات لكي يكونوا فداء لقضايا الإنسان وقضايا حقوق الإنسان. قال تقرير لائتلاف الإغاثة الإنسانية أن 67 أسرة فقدت عائلها خلال شهر فبراير الماضي بسبب الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي الإيرانية على محافظة تعز، في حين تعرض أكثر من 300 شخص كانوا يعولون أسرهم للتوقف عن أعمالهم جراء الإصابات التي تعرضوا لها خلال هذه الفترة. وأشار التقرير إلى أن من إجمالي الضحايا المدنيين الذين سقطوا خلال فبراير الماضي تم تسجيل مقتل 15 طفلا و7 نساء و34 شابا، بالإضافة إلى إصابة 26 طفلا و8 نساء و93 شابا، وكانت بعض هذه الإصابات خطيرة، وذلك جراء مقذوفات المدافع والصواريخ التي تطلقها الميليشيا وتستهدف الأحياء السكنية وأماكن تجمع المدنيين من حين لآخر. وأجبرت حرب الميليشيا الحوثية خلال شهر فبراير 65 عائلة للنزوح والتهجير القسطري من منازلها في مديريات التعزية وموزع وحيفان ومقبنة وصبر الموادم في ريف محافظة تعز. اتهم وزير الثروة السمكية فهد كفاين إيران بانتهاك المياه الإقليمية اليمنية وممارسة الاصطياد غير القانوني. وقال كفاين في مداخلة له اليمن شباب أنه تم القبض على سفينة تمارس الصيد غير المشروع بالقرب من أرخبيل سقطرى، واتضح بعد التحقيق أنها إيرانية، مشيرا إلى أنه لن يسمح بعد اليوم بالانتهاكات المتكررة للمياه الإقليمية اليمنية بالتنسيق مع التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن. وأوضح كفاين أن صادرات اليمن قبل الحرب وصلت إلى 250 ألف طن من الأسماك، وتراجعت إلى أن وصلت حجم الصادرات السمكية في اليمن إلى 150 طن. هذا وكان وزير الثروة السمكية قد كشف عن الأسباب التي تقف وراء نفوق أسماك التبانة في سواحل المكلا. وأوضح كفاين أن السبب وراء نفوق العديد من الأسماك هو ممارسات الاصطياد التقليدي غير المشروع وغير القانوني. وقال الوزير إن تنسيقا تقوم به وزارته مع وزارة الداخلية والسلطة المحلية بحضرموت وغفر السواحل لمراقبة الاصطياد وتنفيذ القوانين فيما يتعلق بقوانين الاصطياد، مشيرا إلى أن التحقيق جار مع المخالفين من الصيادين الذين يقومون باستخدام طريقة الحوي، وهو ما يؤثر على الأسماك وأدى إلى نفوق عدد منها. وقال إنه وجه بتفعيل عملية الترشيد لتوعية الصيادين بالطرق الخاطئة للاصطياد. أقرت شركة النفط اليمنية في مدينة عدن جنوب اليمن تسعيرة جديدة موحدة للمشتقات النفطية في 3 محافظات. وثبتت الشركة تسعيرة جديدة للمشتقات النفطية في شبوة ومأرب ووادي حضرموت بصورة موحدة في جميع محطات التعبئة. وطبقا لتعميم رسمي من مدير عام شركة النفط لفروع الشركة بالأسعار الجديدة، فإن سعر الجالون البنزين 20 لتر ب6300 ريال بمعدل 315 ريال للتر الواحد، وجالون الديزل 20 لتر ب6000 ريال بمعدل 300 ريال للتر الواحد. وجاء القرار بعد أيام على قرار حكومة عبد الرب منصور هادي بتحرير سوق المشتقات النفطية وفتح مجال الاستيراد أمام شركات القطاع التجاري الخاص وإخضاع عملية بيع وتوزيع المشتقات للمنافسة بين الشركات. وقبل ختام نشرتنا هذا تذكير بأبرز عناوينها.
انفجار يستهدف مقرا لقوات الحزام الأمني بالشيخ عثمان بعدن. قوات الجيش في حضرموت تقر إجراء لمنع المظاهر المسلحة في مديريات الوادي والصحراء. وشركة النفط تقر تسعيرة جديدة للمشتقات في 3 محافظات. نلقاكم على رأس الساعة في نشرة إخبارية ثانية، في أمان الله.